أوجد القيمة المنزلية للثلاثة في العدد 4356. عندما أفكر بالقيمة المنزلية لعدد ما، وإذا كنت اكتسبت الخبرة الكافية من خلال حل المسائل فسيكون هذا طبيعة ثانية. أما عندما أرى مسألة كهذه فأفضل تحليل العدد. إذا دعوني أعيد كتابته. سأكتب بألوان مختلفة. إذا 4356 يساوي، وفكروا كيف قلته، فهو يساوي 4000 زائد 300 زائد 50 زائد 6. إذا 4000 زائد 300 زائد 50 زائد 6. ويمكن إيجاد الحل من خلال لفظ الأعداد 4356. طريقة أخرى يمكن التفكير بها هي كأن تقول 4000 زائد 300 زائد 50 أو 15 زائد 6، أو يمكن أن نقول 6 أحاد زائد 6 أحاد. وإذا عدنا إلى العدد الأصلي 4356 سيكون هو نفسه 4، سأكتبه هنا، سأكتبه هكذا، هو نفس 4315 ثم 6 أحاد. والسؤال هو ما هي القيمة المنزلية للثلاثة في العدد 4356؟ الآن نحن مهتمون بالعدد 3 وقيمته المنزلية، إنه في منزلة المئات. وإذا وضع 4 مكانه ستكون أيضا 4 في منزلة المئات، أو 5 ستكون 500. إذا هذه منزلة الآحاد، و6 في منزلة الآحاد، 5 في منزلة العشرات، و3 في منزلة المئات. إذا الجواب سيكون أن القيمة المنزلية للثلاثة هي منزلة المئات.